التلفزيون برضه هنجيب لهم شرايح، هم مجهزين شرايح برضه التلفزيون المجهزه دي. دي ساعتك لسه ما اشتغلتش، الشرايح لسه ما اشتغلتش يا مدرس. صورها ما هو ده برضه بارود مش عارف اللي هو اللي عرفت بتاع اللي هو اتصور ما صورنيش بارود دافع. ما هو ده بارود اسود اهو، وده برضه بارود، وده ثلاث انواع من البارود. في ثلاث انواع من البارود اهو، ما انا كاتب ساعتك بارود وبارود اسود. يا عم ايه تكتب بارود اسود وزود كده، انت بتنقص بارود دافع. ايوه تكتب بارود دافع، تكتب حلو بس عشان كميه من البارود الدافع. اه والبرود ايه ده؟ ايه ده؟ لا ده احنا نهون ساعات مصدر معدات. لا ده عده اللي هي مفكات يعني. طب ما لما تكتب مفكات كميه من المفكات اكتب ايه؟ انا بستاذن في حاجه يا جماعه، يعني انا التصوير مش عاجبني لا من قريب ولا بس البرود. خش يا باشا صور. الذخيرة والحاجات دي عقدت مين؟ دي تمام ان شاء الله. بس احنا هنصور اهو وبعدين نلم زي ما انت عاوز. بس ما بنلمش عشان كده. لا ده هو لا عشان التصوير في الخناقة الاسود تحت الشال ده مع اسود اللي هو ماسك. طلع ما يخلصش العرض ده بيبقى فن يعني. انا ده مش صورت خلاص. لا لحظه ثواني كده يا جماعه بردك. اللي انا عاوز الخزن الخزن فيها طلقات يعني الخزن مليانه طلقات كده. ماشي حلوه قوي دي.